عمو سلمى، عمو زينة. هذا العصير فيه مجموعة من الفيتامينات، في كمية منيحة من الفوسفور مشان الذاكرة، لأنه أنتوا عندكم امتحانات، لذلك ضروري كتير تركزوا، تاكلوا السندويشات، تشربوا العصيرات، وبعدين بتطلعوا على غرفكم وبتكملوا الدراسة. وكل شيء نص ساعة، ثلاث أرباع الساعة أنا بمر وبشق عليكم إذا كنتوا محتاجين شيء، لأنه من شوي اتصل بابا وسألني عنكم، قلت له عم يدرسوا. اتصل بابا؟ إيه طبعاً. ماشي يا عمو؟ إيه طبعاً أنكل. دراسة إيه؟ طبعاً. بدنا نجيب تفوق إيه؟ أكيد طبعاً. كلوا. شو هالسنة هي؟ حليب الله ردت لي الروح. لك ايه، وانا كتير مبسوط لانه نورا كمان بلشت تغار وتحس فيني، ظاهر النسوان لازم يغاروا لحتى يحبوه. ايه معك عم، ان شاء الله تكون تهاني بلشت تغار. لك مو بس هيك، اخذت رقمه واخذت رقمي. مين؟ مين؟ قصدي اخذنا ارقام بعضنا. رح تتصل فيني اليوم. والله ارى سلمى بلا ذنب جفتني. شباك وزينا لبست وخل خاله. بس وسلمى بنت الجيران. بدي اعرف شو السبب اللي ما عم يخليه يشرب قهوه. كوكب؟ نعم نعم. شو السبب انه معلم شفيق ما عم يرضى يشرب قهوه؟ ما بعرف. شو بك كوكبه؟ مزعوجه من هذا الزور. عزوز لو سمحت ممكن تفضل على المكتب شوي. ايش انا؟ انت خلي عنك. ايه نورا، شو بدك مني؟ شو؟ مشغول حضرتك؟ ايه والله مشغول شوي، يا ريت تحكي بسرعة. حبيتك تطلع على وضعك المالي. شو وضعي المالي؟ وضعك متأزم كتير. شو يعني متأزم؟ أولاً في عندك مفقودات بقيمة 2000 ليرة، كاسات وصحون مكسورة، هدول نتيجة إهمال أستاذ، وهدول متواجبين الدفع هلأ. وفي كمان في 10,000 ليرة، هدول سلف حضرتك آخدهم، كمان متوجبين الدفع هلأ. وفي عندك كمان 3,000 ليرة، هي عقوبة تأخير عن السلف اللي حضرتك ما دفعتهم لهلأ. كل هدول خلال شهر واحد؟ بعدين أنا شو دخلني بالمعالق والكاسات والصحون وما بعرف شو؟ أنت مسجل عندي هون إنك المتر، وحضرتك المسؤول المباشر هون. المتر؟ إيه؟ عليم الله خليتيني نصير 2 سنتي. بعدين تعي لهم، مين اللي طلع قرارات التسديد هاي؟ أنا، لأنه أنا معي صلاحيات عقب أي شخص ماليا، أنا المحاسبة هون. خلصتي؟ إيه خلصت. يلا يعطيك العافية. يلا يعافيك. عن إذنك. الله معك. خليك معلش تتربى، خليك تتعلم تتطلع بهدول المفعيص.